الصبية الحلوة هي أنجي شيا اللي تعودتوا تشوفوها بكليبات وأغاني وأعمل لافتة، بس اليوم راح تشوفوها كعروس بعد ما دخلت القفص الذهبي هي والشاب عمر بو حمدان. كانت الفرحة مش سيعيطها بيوم عرسها اللي حبته يكون بيشبهها هي وعمر بالدرجة الأولى. أنجي قد محمس اليوم؟ ما فيني خبرك قد محمس، حماس مليار يعني. كتير مبسوطة أنه عن جد عم ببدأ صفحة جديدة، وهالمرة عن جد استحقيتها، حسيت فيها يعني. قدي صار لك ناطرة هالنهار؟ من أول ما تخلق البنت عادة بتكون ناطرة اليوم اللي بتلبس فيه الفستان الأبيض، وإني أنا بهيدي اللحظة ما عم بعرف فسر مشاعري صراحة، ممزوجة بين الفرح والتوتر والسعادة إني أنا حأترك بيت أهلي، بس بنفس الوقت تعرفت على شخص أنا كتير مبسوطة إني رح كمل حياتي معه إن شاء الله بإذن الله. قد أخذ معك وقت لنقيت لقيت الفستان المناسب؟ صراحة يعني بما أنه أنا شخص مني كتير اللي جلد طول بالشغلة، برمت ثلاث محلات ودغري لقيت فستان اللي أنا بدي إياه من تصميم وليد شهاب، كتير كتير حبيته وحسيته دغري، حسيت فيه إنه هيدا هو خلص الدراس من أول مرة لبسته، يعني كتير حبيته أنا. أنجي بهاليوم فاجأت عريسها عمر بأغنية خاصة قدمتها بهالمناسبة السعيدة. البرايدال انترنس رح تكون أغنية بهديها لعمر ولأهله، لأنه هي بتجسد حالة أنه البنت هي عم تطلع من بيت أهلها، يعني بتمنى لكل العالم تحس فيها وتحبها، لأنه عن جد أنا حسيت فيها من نص قلبي. هي كلمات سهام الشعشاع الشاعرة اللي بحبها كتير، اللي صار في تعاونات كتير كتير بيني وبينها، وأكيد ألحان سليم سلامة، فيعني إن شاء الله تحبوها وإن شاء الله تحسوها مثل ما أنا حسيتها. أنجي بلا سعادة مشابهة عند عمر كمان. كثير مبسوط أنجي، إذا بدك هي حلم حياتي. من وقت ما تعرفنا على بعض حسينا بهيدا الفايب، وحسينا حالنا رح نكون لبعضنا، يعني حسينا من أول نهار رح نكمل حياتنا مع بعضنا، فما بصدق شو أنا حاسس يعني هلأ. I'm so happy وI'm so lucky، وإن شاء الله يا رب بنكون العمر كله مع بعضنا. شو بتقولي له اليوم مع هذا الحكي اللي سمعتيه؟ بقول له وشو شو حلوة هالدنيا إذا بلش معك يومي، شو حلوة إيدك على الهدى فيقني من نومي، كل ما الصبح عدي مرق بشعر بحالي من القلق، قلبي على إيد احترق ضيعت خط السير وشو هيك بقول له. الأغنية هي قهوة صباح الخير اللي كمان بالنسبة لأنجي إلى علاقة مباشرة خاصة بالأغنية الجديدة. قهوة صباح الخير كمان إلى علاقة بالعرس، لأنه أنا أول ما تعرفت على عمر نقيت أغنية قهوة صباح الخير اللي هي كمان من توقيع سهام الشعشاع وألحان سليم سلامة. أغنية فريش صيفية مليانة طاقة إيجابية، فيها كتير من الطبيعة، فيها كتير من الحب، فيها كتير من الفرح، ويعني ما بعرف الناس حبتها كتير بطريقة كتير أنا يعني كنت ناطرتها هيدي ردود الأفعال، بس الحمد لله صارت تريندينج على يوتيوب ميوزك وناطرة يعني الأصداء بعدنا. أصدقاء العرسين حضروا من لبنان والخارج، والكل كان عم يحتفل بأنجي وعمر. لك أنا احتفالاتي معهم تعرف احتفالات متكررة، يعني كل الحمد لله نجاحات أنجي المؤخرة أنا جزء منها، والاحتفالات بحس معنية فيها، ولكن كلكم وهذا اليوم استثنائي، لأنه عمر وأنجي تحدوا كل الصعاب اللي مرقوا فيها وانتصروا للحب، انتصروا للحياة، انتصروا للأشياء الحلوة، لحتى يقولوا أنه لازم نستمر ولازم نرسم بكرة بإيدينا مثل ما منحب نشوفه. الحقيقة غير أنه مبروك وإن شاء الله بتهنوا ونشوفوا أولادهم وبيضلوا مع بعض طول العمر، غير رح أقول أنه حلو كثير الفرح بهيدا البلد، نشوف هالقد في ناس مبسوطين لبعض، ناس عم يتمنوا الخير لبعض، زائد أنه أنا أنجي تعرفت عليها كان ضيفتي بالجديد وعملنا مع مقابلة حلوة، ضوينا على طبعاً على مسيرتها الفنية وعلى أغنيتها الأخيرة اللي عن جد ربيت لي كتابتها سهام الشعشاع صديقتنا، ونوجه لك ألف تحية
فبدي أقول هيدا الغناية وكل شيء بتغني رومانسيا لازم يتجسد على الأرض بالحياة، ودايما تبقى بالفن حتى لو كانت متزوجة، ندعيها لأنه تبقى، لأن صوتها عنده قيمة عالية، واختيارها للكلمات والأغاني والألحان كمان عنده قيمة عالية، فما تتركهم تحت ولا أي سبب. وألف مبروك عقبالكم. بدي اقول لهم للعرسان الله يهنيهم، العرس عن جد كثير كثير حلو وبشبههم، يعني حبيت دخلت انجي كثير بتشبه عمر وانجي. الف الف مبروك لهم وان شاء الله حياه بالرفاه والبنين يا رب، والله يهنيهم، كانوا كثير حلوين وعن جد مثل ما قال احمد دخلت انجي بتجنن كانت. شو النصيحه اللي بتعطوهم اياها؟ نصيحه تعمل له اكلات كثير طيبه لحتى يكبر كرشه يبطل يبطل يطلع من البيت. زي ما بيقولوا اقرب طريق الى قلب الرجل هو معدته. فبس لا الله يهنيهم مع بعض، واهم شيء انه هن يروحوا يبسطوا ويعيشوا حياه كثير حلوه ويسافروا ويروحوا ويجي، هي اهم نصيحه بصراحه، وياكلوا كثير. انجي انا شهدت مجروحه فيها كثير، لانه انا انجي بعرفها يعني من 20 سنه وبعرفها قديش هي بنت مثابره وبنت بتشتغل على حالها وشاطره كثير بمجال شغلها، واي شغله بتعملها بتضل مثابره لتطلع الاولى فيها. شو بدي اقول لهم، اتمنى لهم الحياه السعيده والله يعطيهم ايام حلوه، وانا انجي متابعها على طول وبخاصه بالمجال الفني، وبدي هنيها كمان هلا عبر اغاني على اغنيتها الجديده اللي عامله بالامارات، صدى كثير حلو، وبنتمنى على طول تقدم لنا اشياء حلوه. شو بتنصحها اليوم؟ بنصحها تضل مستمره، لانه هي غنيه عم تتطور اكثر وصوتها عم يكون اكثر، وانتقائها للاغاني عم يكون اجمل واجمل، وبتعرف انت يعني انت بدومين الفن الحياه الفنيه كثير صعبه، وبعدها هي ببدايه الطريق، ان شاء الله تكون الايام حلوه قدامها ونشوفها بالصفوف الاماميه والعاليه كثير. مبروك لانجي، وان شاء الله الفرح بضل مرافقك انت وعمر العمر كله.